اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد يأتي بضعة أيام بعد الاجتماع اللي عقدناه في مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحضور السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى والسيد رئيس النيابة العامة والسيد رئيس جمعية هيئة المحامين المغرب ووزير العدل للتشاور حول التدابير التي يتعين اتخاذها لفترة ما بعد مرحلة ما بعد رفع الحظر الصحي، لأن المرفق القضائي مستمر في إطار التدابير اللي اخذتها السلطات العمومية، ولكن بعد رفع الحظر الصحي من شأنه أن يستعيد الحيوية ديالو، وغادي يكون واحد الإقبال كبير نظرا لأن هناك ملفات مؤجلة، لذلك فينبغي كان ينبغي أن نتشاور في هذا الأمر. إذن الجانب المتعلق بتنظيم العملية القضائية بمختلف مستوياتها ومراحلها هذا كيدخل في اختصاص السلطة القضائية. بالنسبة للجوانب الإدارية اللي كتدخل ضمن اختصاصات وزارة العدل اللي عندها مسؤولية على حماية الأمن الصحي ديال السادة القضاة والمحامين والمتقاضين وكل من يتردد على المحاكم، عندنا هذه المسؤولية هذه في الجانب الإداري. إذا اليوم حنا تنوصلوا هذه العملية التشاور مع السادة رؤساء كتابة الضبط والسادة المديرين الفرعيين في مختلف الدوائر القضائية بالمملكة باش نستمعوا لهم لأنهم اللي في الميدان، ونجرو معهم هذه المشاورات لتدقيق شنو هي التدابير اللي خصنا ناخدوها باش المرفق القضائي يستعد الحيوية ديالو بنوع من الفعالية، وأيضا يعني حتى لا يحصل أي تراجع على المكتسبات اللي تحققت في المجال ديال الأمن الصحي. وبطبيعة الحال هذا التشاور غادي يؤدي إلى تعبئة كل الإمكانات اللي كتوفر عليها الوزارة من أجل إنجاح هذه المرحلة. لا تنسوا تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.